السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي حبابي كاع الناس اللي راهم يشوفوا يشاهدوا هذا الفيديو. معكم خليفه علال من الجزائر. لافامي هذا الفيديو باش نشوفوا فيها تقريبا فيديوهات راح تشوفوهم لاول مره، واول مره تحصل في التاريخ، اللي هو الاذان يرفع في مساجد في اوروبا، ونشوفوا في بعض الدول الاوروبيه من بلجيكا، بعض الدول الاخرى بريطانيا. يلا ندخلوا نشاهدوا هذا الفيديو. ما تنسوا تشتركونا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما كاين غير الحب. الله أكبر، الله المستعان. الأذان خارج المسجد في وسط لندن. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر. هذه في لندن. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله محمد رسول الله. من لم يرى هذا في أي بلد في العالم فليراه في إنجلترا في لندن. الله المستعان. تقريبا أول مرة عندهم. الأذان يرفع في وسط لندن، ما شاء الله ما شاء الله. والله أتلج صدر. ألمانيا.
نفس المسجد ناحية ثانية. في إسبانيا من الشرفة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رنجة لحب ومرات همالة الحطب. صراحة من أروع الفيديوهات اللي شفت هذه الفترة وحاجة اللي تفرح بزاف صراحة. سوف يعود الإسلام قريبا إلى أوروبا، حاس الفتوحات على الترغيب. مدريد رفع الأذان في مدريد لمواجهة كورونا. غرناطة الله أكبر الله أكبر الله كما اجتمعنا وشاهدتم انا لافامي صارت الفيديو حاجه تفرح بزاف وترفع المعنويات حنا كمسلمين وحاجه فريمون شباب بزاف. في بعض الفيديو حطيته سابقا تاع الاذان اللي رفع في بلجيكا، واحد كومونت لي قال لك واش حينفعنا هذا الاذان واش ينفعنا كذا، نقول له خويا ربي يهديك. هو الاذان ولا كلام الله يعني ماهوش شفاء للامراض ولكن شفاء للانفس، وريح الانفس شفاء للنفس. كحنا كمسلمين
يلطف النفوس، وحتى انت ممكن يشفي لك النفس تاعك ويشفي لك المرض اللي كاين في مخك واللي في قلبك، وانت تجاه نظرتك للمسلمون ما عرفناش عقيدتك شنو هي. المهم لا فامي تحيه لكم كبيره بزاف، نحبكم بزاف، ما تنساش تابوني في لاشان، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكالعاده كالعاده ما تنساش تقعد في داركم، تريح في داركم باش تحمي عائلتك، وما كاين غير